Introduction to pharmacology. First, we are going to give a definition for the word pharmacology. Pharmacology means the study of the drugs and their action on the body. هو العلم الذي يتعلق بدراسة الأدوية ودراسة تأثيراتها في الجسم. Etymology of the word pharmacology. أصل هذه الكلمة pharmacology. The word pharmacology is derived from two Greek words. كلمة علم الأدوية pharmacology هي مشتقة من كلمتين يونانية وهي pharmakon, which means drugs, plus logos, which means science. So pharmacology, it means that the science of drugs. The parts that the science of pharmacology studies include physiological and chemical properties of the drugs. Pharmacology studies everything about the drugs. Drugs نصيبها الأقارير أو الأدوية. فتتعلق بدراسة كافة النواحي الخاصة بالدواء. من ضمنها الphysical and chemical properties of the drugs. Mechanism of the drug action on the living system. ميكانيكية عمل الدواء بداخل الجسم. فالphysical and chemical properties of the drug. الخواص الفيزيائية والكيميائية للدواء. Mechanism of the drug action on the living system. ميكانيكية عمل الدواء بالجسم. Fate of the drug inside the body. مصير الدواء داخل الجسم. Therapeutic uses of the drug. الاستعمالات العلاجية للدواء. بالإضافة إلى السايد and adverse effects of the drug. بالإضافة إلى الأعراض الجانبية والأعراض المضرة للدواء. هاي الأشياء يعنى بها الفارماكولوجي اللي هي الphysical and chemical properties of the drug. الخواص الفيزيائية والكيميائية. Mechanism of the drug action on the living system. ميكانيكية عمل الدواء بجسم الإنسان. Fate of the drug inside the body. مصير الدواء بالجسم. Therapeutic uses of the drugs. الاستعمالات الدوائية. استخدامات العلاجية للدواء. والindications of the drug. And side and adverse effects of the drugs. بالإضافة إلى الأعراض الجانبية والأعراض المضرة للدواء. The physical and chemical properties. The chemical properties are concerned about the drug's stability inside the body or during storage. احنا ليش ندرس الخواص الكيميائية للدواء؟ حتى نهتم بدراسة مدى ثبوتية الدواء داخل الجسم أو خلال فترة الخزن. يعني احنا المهم انه يكون عندنا الدواء يبقى ثابت خلال فترة الخزن بحيث or during the time of shelf life. الشلف لايف هي الفترة اللي يكون الدواء فعال قبل ما نوصل إلى الإكسبيريشن ديت، قبل ما نوصل إلى الإكسباير. فحتى نعرف إن الدراج مثلاً يحتاج إكسباير قريبة أو إكسباير بعيد، أو حتى نعرف إنه الدراج يكون ستيبل بداخل الجسم، فنحتاج إلى معرفة الكيميكال بروبرتيز هذا الدراج. لهذا السبب نشوف إنه علم الفارماكولوجي يدرس بعض الخواص الكيميائية وخاصة الخواص الكيميائية المتعلقة بثبوتية الدواء أثناء فترة الخزن أو داخل الجسم. هذه الكيميكال properties of the drugs. بالنسبة للphysical properties of the drug, they are concerned about the solubility, about the chemical solubility and the physical status of the drug. يعني ندرس شيئين مهمة بالنسبة للphysical properties of the drug. واحدة من عندها ذوبانية الدواء. ذوبانية الدواء مهمة لأنه من خلالها هنعرف كيف أنه يتنقل الدواء بداخل الجسم. يعني أنه هل أنه هذا الدواء هو water soluble أو lipid soluble. فهذه تتحكم السوليبيليتي تتحكم بانتشار الدواء في الدم أو في أنسجة الجسم المختلفة. أيضا الفيزيكال ستاتيوس أوف ذا دراجز الخاصة حالة الدراج. الفيزيكال ستاتيوس يعني هل هي الدراج شو وقت يكون بحالة غازية، شو وقت يكون بحالة صلبة، وشو وقت يكون بحالة سائلة. هذه أيضا نحتاجها تفيدنا بأمور تتعلق بالخزن بالإضافة إلى أمور تتعلق بالانتشار الدواء داخل الجسم. هذه بالنسبة للفيزيكال بروبرتيز and chemical properties of the drug. بالنسبة للميكانيزم of the drug action, it studies
the biochemical and physiological effects of the drug. هذا دراسة ميكانيكية الدواء فتتعلق بدراسة التأثيرات البيوكيميائية والتأثيرات الفسيولوجية إلى الدواء. يعني شلون الدواء إنه يؤثر على البيوكيميكال رياكشن. هل نعرف إنه كل التفاعلات اللي داخل الجسم بالبيولوجيكال سيستم أكثر العمليات البيولوجيكال سيستم هي عبارة عن بيوكيميكال رياكشن. فأكو قسم من الأدوية تأثر على هذه التفاعلات الكيميائية بداخل الجسم وتغير من طبيعة الجسم. أيضا ممكن أنه يغير لنا من الفيزيولوجيكال إيفكت. إحنا ماخذين بالفيزيولوجي أنه كل عضو له فد وظيفة معينة، فممكن أنه قسم من الأدوية تغير من وظائف الجسم وبالتالي تعطينا تأثير. هذه نقصد بها الميكانيزم أوف ذا دراج أكشن أون ذا ليفينج سيستم. فبالإضافة إلى دراسة الخواص الفيزيائية والخواص الكيميائية لمعرفة مدى ذوبان الأدوية، مدى ثبوتية الدواء أثناء فترة الخزن بداخل جسم الإنسان, stability of the drug during storage, stability of the drug inside the body and the solubility, and also we study the effect on the living system and how the drug affects the living system. Either it affects the biochemical reaction, ممكن تأثرنا على بعض التفاعلات الكيميائية أو تأثرنا على physiological effects. النقطة الثالثة اللي يدرسها هو fate of the drug inside the body. نقصد بالface of the fate of the drug inside the body, مصير الدواء بداخل الجسم, or the way that the body deals with the drug. احنا نعرف بانه الدواء عندما يدخل الى الجسم فالجسم ينتشر بكافة اجزاء الجسم, ومن ثم يقوم الجسم بطرحه الى الخارج. فانتشار الدواء وذهابه الى الاجزاء المختلفة, transfer of the drug into different compartments of the body and the disposition of the drug outside of the body, ايضا طرح الدواء الى خارج الجسم, هذا كله يتعلق بالفيت of the drug inside the body. وايضا علم الفارماكولوجي يدرس ما هو مصير الدواء داخل الجسم وكيف أن يتعامل الجسم مع الدواء. يعني يدرس العلاقة أنه شلون الجسم يتعامل ويا الدواء, وكذلك كيف الدواء أنه يأثر على الجسم. هذه نقصد به الميكانيزم of the drug action in the living system and the fate of the drug inside the body. بعد ما عرفنا أنه الدواء شلون يشتغل, أول شيء عرفنا مدى ثبوتيته, عرفنا الحالة الفيزيائية مالته, عرفنا أنه شلون يأثر على الجسم, عرفنا شلون الجسم يتعامل وياه. فبعدين نجي على therapeutic uses of the drug. أيضا يدرس علم الفارماكولوجي الراشنال يوز اوف ذا دراج, يعني الاستعمال الصحيح للدواء. يعني بعد ما عرفنا هذه التأثيرات كلها فنجي نعطي فد indication of the drug, نقول هذا مثلا دواء مال peptic ulcer, هذا دواء مال cold andronitis, يعني مال مثلا الزكام, أو مثلا هذا دول ينطي الهايبرتنشن وهكذا. أيضا عندنا السايد and adverse effects of the drugs اللي هي الأعراض الجانبية والأعراض المضرة للجسم. فلازم نفرق شنو يعني side effect وشنو يعني adverse effect. side effect هو effects that are not the intended clinical effects. هذه أعراض هي ليست التأثيرات, هي تأثيرات ليست التأثيرات اللي السريرية أو التأثيرات اللي تعطى للدواء. يعني بعض هذا الأحيان أنه الدواء له تأثير معين, مثلا يخفض الضغط, يعالج القرحة, لكن إلفت سايد إفكت, إلفت تأثيرات جانبية. هذا التأثيرات اللي مو موجودة ضمن الكلينيكال إفكت نسميها سايد إفكت, لكن نخلي بالنا أنه هذا السايد إفكت قد يكون تأثير إيجابي أو قد يكون تأثير سيء, بس هو سايد إفكت, يعني هو تأثير جانبي ليس من ضمن التأثيرات العلاجية للدواء. هذا نسميه بالسايد افكت. الادفيرس افكت يختلف. الادفيرس افكت هو الانونتد اند هارمفول افكت, هو التاثيرات الغير مرغوب بها او التاثيرات المضره في الدواء. يعني احنا عندنا الدواء بتاثير معين, احيانا عنده تاثيرات جانبيه, قد تكون التاثيرات الجانبيه جيده وقد تكون سيئه. اذا كانت سيئه او جيده كلها نسميها سايد افكت, لكن اذا التاثيرات السيئه او الضاره نسميها بالادفيرس افكت. على سبيل المثال الأسبرين هو ممكن أنه نعطيه كأنالجيسيك, نعطيه مسكن ألم, نعطيه أنتي إنفلاماتوري, نعطيه مضاد للالتهاب, لكن أيضا شافوا أنه الأسبرين ممكن أنه يقلل من التجلطات.
يقلل من البليتلت اجريجيشن، يقلل من تكتل الصفيحات الدمويه ويعتبر في الانتي بليتلت. هذا التاثير يعتبر سايد افكت تاثير، وبالتالي ايضا مرات ممكن انه يعطى الاسبرين مو فقط ككونه مسكن الم او مضاد للالتهابات، ممكن انه يعطى ايضا كمضاد للتخثر. فهذا التاثير مالته هو يعتبر سايد افكت. لكن مثلا الاسبرين نفسه ممكن انه يسبب لنا القرحه. القرحه هو سايد افكت لكن نيجاتيف افكت، يعني هو تاثير سلبي. فلهذا هذا التاثير السلبي او الضار نسميه بالادفيرس افكت، ايضا ممكن نطلق عليه كسايد افكت، ممكن نطلق عليه التاثير الضار ادفيرس افكت. لكن تاثير الاسبرين مثلا على البليتلت ما يعتبر ادفيرس افكت، يعتبر سايد افكت، يعني تاثير جانبي. هذا التاثير الجانبي هو اضافي الى التاثير اللي احنا ننطي الدواء من اجله. هذه اللي نقصد بها السايد افكت والادفيرس افكت. فبالنهايه احنا علم الفارماكولوجي عنا بدراسه الفيزيكال اند كيميكال بروبرتيز اوف ذا دراجز، وعرفنا شنو الفيزيكال بروبرتيز والكيميكال بروبرتيز، يعنى بدراسه شلون ياثر الدراج على الجسم، الميكانيزم اوف ذا دراج اكشن اون ذا ليفينج سيستم، اند هاو ذا دراج ديل هاو ذا بودي ديل وذ ذا دراج اند ذا فيت اوف ذا دراج انسايد ذا بودي، يعني شلون الجسم يتعامل ويا الدواء وشلون الدواء ياثر على الجسم. هاي ايضا يدرس علم الفارماكولوجي بعد ما عرفنا كيف انه الدواء كيف انه الدواء يتصرف بداخل الجسم وكيف انه الجسم يتصرف مع الدواء. نجي ندرس الثيرابيوتيك يوزز اوف ذا دراجز اللي هي الاستعمالات السريريه الى الدواء، او الراشنال يوز اوف ذا دراج الاستعمال الصحيح للدواء. وايضا بعد ما عرفنا الاستعمال الصحيح لازم ايضا نتعرف على السايد اند ادفيرس افكتس. السايد افكتس هي التاثيرات الجانبيه، قد تكون تاثيرات ايجابيه او سلبيه، والادفيرس افكت هي التاثيرات السلبيه الى الدواء. Thank you very much. ونتمنى أيضا منكم المشاركة بالقناة.